لحملة شرسة ضد سياسات أوباما. ارتفاع غير مسبوق في أسعار الغذاء عبر العالم. ونتابع في هذه النشرة أيضا تقرير برلماني يمني يؤكد ارتفاع معدلات الفقر في البلاد العام الماضي إلى أكثر من 40%. أهلا بكم من جديد. رحب السناتر الأمريكي جون كيري بتصريحات الرئيس السوداني عمر البشير حول استفتاء الجنوب ووصف بأنها مشجعة للغاية. وكان البشير قد وعد خلال زيارة قام بها إلى جوبا بأنه سيحترم إرادة الجنوبيين. واشترط السناتر الأمريكي لرفع العقوبات على الخرطوم حل القضايا العالقة وأبرزها مسألة ترسيم الحدود بين شمال السودان وجنوبه. أعتقد أن تصريحات الرئيس البشير كانت بناءة للغاية واستقبلت استقبالا حسنا في أكثر من موقع. مهم جدا للحكومة في الشمال أن تساعد في تحقيق هذا، وأعتقد أنه مهم جدا للحكومة على المدى الطويل. من مصلحتهم أن تكون لهم علاقات طيبة مع الولايات المتحدة والغرب، وطالما كانت العقوبات مفروضة على السودان فمن الصعب عليه أن يحقق تقدما اقتصاديا، ومن الصعب على الناس تحسين أوضاعها. أعتقد أن الأطراف كلها أدركت أن من مصلحتها العمل معا، وكانت العملية جهدا دوليا متضافرا. تعمل حكومة جنوب السودان على طمأنة الدول العربية حول مستقبل العلاقة بين الجنوب والعالم العربي في حال جاء الاستفتاء يوم الأحد المقبل لمصلحة الانفصال. وأكد وزير الإعلام في حكومة جنوب السودان على أهمية الروابط بين الجنوب والعالم العربي، ودعا إلى تشجيع الاستثمارات العربية في الجنوب. لطالما شكا أبناء جنوب السودان من الإهمال وغياب المرافق الأساسية كالمدارس والعيادات الطبية. بعض الدول العربية أقامت مراكز لتقديم هذه الخدمات الرئيسية لأبناء الجنوب. المستشفى الكويتي والعيادة المصرية هما شاهدان على ذلك، لكن الجنوبيين يقولون إنها جاءت متأخرة ولم يكن لها ذلك الأثر في تعزيز خيار الوحدة بين الجنوب والشمال. جامعة الدول العربية التي أسست مكتبا لها في جوبا بعد توقيع اتفاق السلام الشامل تزعم أن دول الجامعة لم تدخر جهدا قبل وبعد الاتفاق الذي كانت شاهدة عليه في مساعدة الجنوب وتنميته. بعد اتفاقية السلام تبنت الجامعة العربية تنمية وإعمار جنوب السودان، فقد بدأت بالعديد من تقديم المشروعات. فقد الكويت موجود النهاردة، الحي الكويتي والمستشفى الصباح والجامع الكويتي والمدرسة الكويتية، الليبي الدعم الليبي، الدعم المصري الذي لم ينقطع طوال الفترة سواء قبل توقيع الاتفاقية وما زال مستمر النهاردة. الدعم المصري موجود في جميع ولايات جنوب السودان العشر. هناك استثمارات أجنبية في جنوب السودان يثير بعضها حفيظة الشمال وبعض الدول العربية بالزعم أنها مجهولة المصدر، بل ويذهبون إلى القول إنها إسرائيلية أو يهودية تهدف إلى خدمة مصالح إسرائيل في جنوب السودان، وهي منطقة يعتبرها بعض العرب عمقا لأمنهم القومي والمائي. قيادات الجنوب من جهتها تنفي أي علاقة رسمية بإسرائيل وتؤكد على الأولوية الخاصة التي توليها لعلاقاتها العربية. عندنا أولية نقوي علاقاتنا خصوصا مع الدول العربية، لأنه حنستفيد أكثر من علاقاتنا مع الدول العربية. فأنا بفتكر المشكلة إسرائيل، حتى الآن الناس كان بيقولوا حكومة جنوب عندها علاقة مع إسرائيل، وده ما حقيقة. محطة الكهرباء في جوبا هي أحد الأمثلة على زيادة المساعدات العربية في الجنوب، فقد أقيمت بعض المشاريع بأموال عربية أخيرا، لكن هناك اعتقاد أنها جاءت لحفظ ماء الوجه لا غير، وفي إطار المجاملة السياسية ومحاولة متأخرة للتخفيف من أعباء المسؤولية التاريخية التي ستنتج عن انفصال الجنوب عن الشمال كما هو مرجح.
رغم الوجود العربي في هيئة مساعدات واستثمارات في جنوب السودان، إلا أنها برأي الجنوبيين متواضعة، ما قد يفتح الباب على مصراعيه أمام استثمارات ومساعدات من دول ومنظمات إقليمية وأجنبية. أشرف ناجي، بي بي سي، جوبا، جنوب السودان.